ولتسليط الضوء أكثر على ملف زيارة السودان إلى واشنطن وأبعادها المحلية والدولية، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني. أهلا بك سيد أحمد. بداية، ما دلالات توقيت زيارة السودان إلى واشنطن، ولا سيما أنها زيارة رسمية الأولى له، وتتزامن كما تعلم مع تفاقم التوترات في عموم المنطقة؟ نعم، السلام عليكم، تحية طيبة لحضرتك. أهلا بك. بالبدء اسمح لي أن أتقدم باسم التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا العراقي الكريم، سائلين الله المولى عز وجل أن يحفظ العراق وشعبه، وأيضا أجمل التحايا إلى حضراتكم وإلى كادر قناتكم الكريمة. نعم تفضل. نعم، هذا الله يسلمك. هذه الزيارة هي جاءت بعد عدة محاولات لحكومة السيد السوداني لزيارة واشنطن والالتقاء بالسيد بايدن، يعني هذه المرة الرابعة التي استجاب فيها السيد بايدن، وطلب السيد السوداني عندما كان في مؤتمر المناخ مع نائبة الرئيس السيدة كاميلا هاريس. يعني الزيارة هي زيارة بروتوكولية، احنا نعلم كل رؤساء الوزراء الذين توالوا على العراق انه زاروا واشنطن والتقوا برؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نعم، تابعنا هذه الزيارة، تابعنا اصداء هذه الزيارة. الزيارة سوف تكون بروتوكولية. اليوم حصلنا على قوائم الوفد، الوفد ضخم جدا، يعني يبلغ عددهم 182 شخص، كثير من عندهم أعضاء نواب، مدراء شركات، محللين سياسيين قريبين من قنوات القريبة من الحكومة العراقية، قنوات حكومية، مراسلين، حتى شخصيات عادية، يعني مدير شركة نقل بحري. لكن أبرز ما في الوفد هو محافظ البنك المركزي السيد العلاق، لذلك يعني وفد كان هنالك اقتصادي. نعم، شاهدنا هنالك شخصيات اقتصادية مرموقة رافقت هذا الوفد، لكن أنا أشوف أنه سوف تكون هنالك هالة إعلامية حول هذه الزيارة. أما النقاط التي سوف تتم مناقشتها، يعني احنا نرجع إلى تصريحات البيت الأبيض، هنالك بيان رسمي على صفحة البيت الأبيض أشار إلى أن السيد السوداني مع السيد بايدن سوف يناقش أربع نقاط فقط. من عدها كما تفضلت حضراتكم في تقريركم، نعم، أنه سوف يناقش، أول نقطة هي الشراكة العراقية الأمريكية، الشراكة الدائمة والتأكيد على التزام الطرفين بذلك، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية الالتزام بالتزام الطرفين أيضا باتفاقية الإطار الاستراتيجي. النقطة الثالثة هي التزام الطرفين والعمل المشترك للاستمرار بمكافحة داعش ومنع عودته. النقطة الرابعة هي نقطة اقتصادية، أشار بشكل واضح إلى مناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السيد السوداني، لذلك سوف تكون هنالك مناقشة. حتى داخل أروقة البيت الأبيض، يعني علمنا من مصادرنا اللقاء مع السيد بايدن فقط 30 دقيقة، أما سوف المباحثات سوف تكون مع اللجنة المعدة لذلك، وهي لجنة العلاقات العامة في وزارة الخارجية الأمريكية، وهي التي مسؤولة عن ملف المباحثات في هذا الصدد. نعم. لكن كيف تقرأ أستاذ أحمد تأكيد واشنطن على عدم منحها ملف الوجود العسكري الأمريكي في العراق أهمية قصوى لنقاشه مع السوداني أثناء هذه الزيارة؟ السيد السوداني يعني هنالك نقاط أشرنا إليها. السيد السوداني سوف لم يناقش التواجد الأمريكي في العراق، ملف التواجد الأمريكي في العراق حصرا محصور في اللجنة العسكرية العليا المشكلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اجتمعت في بغداد، هي التي سوف تناقش هذا الموضوع. نعم. يعني احنا شفنا تضارب بالأنباء. نعم، بعض المستشارين للسيد السوداني تكلموا بالإعلام العراقي، لكن الإعلام الغربي وأيضا يعني الإعلام الرسمي، البيت الأبيض سواء أو القنوات الرسمية القريبة من البيت الأبيض، أشارت إلى أنه سوف لم يتم مناقشة التواجد الأمريكي أو انسحاب التواجد الأمريكي أو جدولة انسحاب التواجد الأمريكي في العراق. هذه النقطة غير مطروحة وغير قابلة للنقاش أثناء الزيارة.
نعم أستاذ أحمد، لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية قالت إن إدارة بايدن ترغب بجعل زيارة محمد الشياع السوداني زيارة بروتوكولية، يعني لا تتسم بالجدية الرسمية كما يحصل يعني ما بين دولة ودولة، وكذلك ستكون الزيارة دون اتفاقات حقيقية. إلى أي حد تتفق مع ذلك، وما هي دوافع واشنطن من وراء ذلك؟ نعم، السيد بايدن يريد الاستفادة من هذه الزيارة، يريد الرد على الإعلام، الحملة الإعلامية التي يقوم بها خصومه، يريد أن يظهر بالتلفاز مع السيد السوداني ويشير إلى أن الوضع في العراق وشراكة دائمة والوضع في العراق مستقر، وأن جنودنا جنود الجيش الأمريكي في العراق بأمان. نعم. وحصلنا على تعهدات من الجانب الحكومي، فهي زيارة بروتوكولية يستفاد منها الطرفين، يعني استفاد السيد السوداني أيضا مقبل على انتخابات العام المقبل، وأيضا السيد بايدن، لذلك هي زيارة سوف تكون لها هالة إعلامية وليس ضمن اتفاقيات حقيقية. اتفاقيات الحقيقية هي في بغداد، السفيرة الأمريكية خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء ومع الشخصيات ومحافظ البنك المركزي طرحت عدة نقاط وطالبت السيد السوداني بتنفيذ هذه النقاط. لحد الآن السيد السوداني متعثر بهذه النقاط، يعني احنا شاهدنا من عندها علاقة الإقليم بالمركز، أيضا علاقة الحكومة المركزية بالكتل السياسية الأخرى، إصلاحات بنكية حقيقية، إصلاحات مالية، القضاء على الفساد، كل هذه نقاط هي طرحتها السفيرة الأمريكية من خلال لجنة التنسيق المشتركة العليا المشكلة أيضا ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، اللي هي تشكلت عام 2022 منذ تشكيل حكومة السيد السوداني. إلى سؤال جديد أستاذ أحمد، شبكة ذا ناشيونال نيوز قالت إن الزيارة ستتضمن أيضا بحث إقامة هدنة بين الميليشيات في العراق والقوات الأمريكية في مقابل رفع العقوبات عن المصارف الأهلية إن صح ذلك، ألا يعد هذا الأمر تواطؤا صريحا بين واشنطن والميليشيات؟ وماذا عن شعارات طرد المحتلة التي يرفعها الإطار التنسيقي ولوح بها كثيرا كما تعلم؟ سيد الكريم، طرد المحتل هي كانت دعاية إيران تستعمل، تعرف إحنا كنا نعلم أنه إيران مسيطر على الجانب السياسي والجانب العسكري. نعم. كثيرا ولديها فصائل، كان هنالك يعني حتى الفصائل التي قامت بها عمليات، يعني ليس لنصر غزة، يعني هي قبل غزة، وإنما هي للضغط على أمريكا للحصول على الدولار في العراق، وهنالك مباحثات كشفت في شهر قبل شهرين، يعني في شهر فبراير الماضي في سلطنة عمان، وحضر بريت ماكروك اللي هو مسؤول ملف الشرق الأوسط، ومع السيد علي كبير المفاوضين الإيرانيين السيد علي قمي في سلطنة عمان، وأسفر هذا الاتفاق عن وقف أنه تصعيد للفصائل بالمقابل إطلاق 10 مليار دولار. لا أعتقد أنه السيد السوداني سوف يناقش هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع هو حصرا بيد إيران وحصرا بيد الحرس الثوري الإيراني. السيد السوداني مجرد وسيط، يعني حتى ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، احنا نعرف انه من اجى السيد بلينكن الى بغداد، السيد السوداني حمل رسالة الى واشنطن والتقى بالمرشد الى طهران والتقى بالمرشد الأعلى، لذلك هذا الموضوع غير مطروح، يعني لحد هذه اللحظة هذا الموضوع غير مطروح. أرجع وأؤكد أنه الوفد المرافق للسيد السوداني يحتوي حتى على عناصر ثلاثة أشخاص هم مرتبطين بوزارة الاطلاعات الإيرانية، يعني شاهدت الأسماء واطلعت عليها واطلعت على أرقام تليفوناتهم وأرقام الغرف في الفندق وأين يقومون، يعني إيران اليوم ماسكة للملف. يعني أنا تفاجأت صراحة بكثير من الشخصيات التي سوف ترافق السيد السوداني، حتى شخصيات ليست لا تمتلك لا منصب حكومي ولا منصب رسمي ولا منصب صحفي، قسم من عندهم محللين سياسيين، يعني احنا نعرف انه محلل سياسي يقيم في طهران، نعم يحمل الجنسية العراقية لكن يقيم في طهران، يذهب مع السيد السوداني، يعني لا، علامات استفهام كثيرة حول هذه الزيارة، لكن هي النقاط الأربعة سوف تتم مناقشتها. نعم سوف يتم مناقشة الوضع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية وقضية البنوك، يعني الجانب العراقي يلح بهذا الموضوع كثيرا على الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي لديه شروط
يجب على حكومة السيد السودان تنفيذ هذه الشروط حتى ترفع العقوبات، ولا أعتقد أن العقوبات سوف ترفع، لأن الجانب العراقي غير جاد بإجراء إصلاحات مالية، غير جاد بوقف تهريب العملة. اليوم نشوف حتى العملة المزورة أغرقت السوق العراقي ومصدرها إيراني، واضح هذا الشيء. إذن الزيارة ستجرى وسيحضرها شخصيات عراقية في ظهر الأمر، لكن إيران ومصالحها حاضرة بشكل أو بآخر كما تفضلت بذكر ذلك. الباحث السياسي الأستاذ أحمد العلواني الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من برلين، شكرا جزيلا لك.